بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في فصل جديد من كتاب Operating System Concept ل سيلفر شفاس وجينجر، وبيتكلم على الماس ستورج سيستم. الماس ستورج سيستم، الماس يعني حاجه كبيره كتير، ماس بيبول يعني عدد كبيره من الناس، ماس برودكشن يبقى انتاج بالجمله يعني، ودي معنى كلمه ستورج سيستم تعرفينها، اللي هي مقصود بيها اجهزه التخزين الثانويه. ودي احنا قلنا قبل كده انها فعلا بتسع مسافات كبيره، مساحات كبيره اكثر من الرام، لان الرام على قد البرامج اللي بتنفذ دلوقتي، اما الاستورج سيستم في عامل زي المكتبه بتشيل فيها البرامج اللي انت عايزها دلوقتي واللي انت مش عايزها بعدين واللي انت عايزها بعدين. يعني الاوت لاين والاوبجكتيف. تعال نشوف بقى البالك اوف سكندري ستورج. بنسميها سكندري ستورج لان الميموري او الرام بتسميها البرايمري ميموري. البرايمري يبقى دي بديكها برايمري رام ودي سكندري ستورج. دي عباره عن في كل الكمبيوتر الحديث اللي في ايدينا دلوقتي عباره عن هارد ديسك درايف. هارد ديسك يعني. وبنديها اختصار اتش دي دي، وهي نون فولاتايل يعني غير متطايره، يعني لو طفيت فصلت عنها الباور هي تفضل محتفظه باللي فيها بعكس الرام. الهارد ديسك درايف سبين يعني دوار يعني بلاترز اللي هو القرص بيغطي بماتيريال مغناطيسيه قبل التسجيل الون وزيرو الداتا يعني اندر موفينج رايت في هيد رايه من الديسك ده بيتحرك اللي قدام والورا. يعني الدرايفز القرص دوت بيدور بسرعه تقريبا يعني من 50 ل 60 الى 250 مره في الثانيه. عندنا ثلاث انواع من الزمن عشان اقرا من الديسك. الترانسفير ريت اللي هو مجرد ما الهيد لامس سطح الديسك في المكان اللي فيه الداتا، انا اتكلم ازاي بيجيب المكان اللي فيه الداتا دلوقتي، الداتا بتبتدي تتسريال من خلال ايه الوايرز بتاعه الديسك لحد ما تخلص سوادي الترانسفير ريت. يبقى الترانسفير ريت هو الريت يعني المعدل اللي الداتا فيها بتنتقل بتوين الدرايف وبتوين الكمبيوتر. اما البوزيشننج داتا بلاقي فين الداتا في اي حته على الديسك. فانا زي ما هنشوف دلوقتي الديسك بتاعنا متقسم الى مسارات دائريه بنسميها تراك، وكل مجموعه تراك في حيز بعض بنسميهم سيلندر، والتراك نفسه متقسم الى سيكتور. فاحنا عايزين اولا المعلومه متواجده في تراك وسيكتور، عايزين اولا عشان نجيب المعلومه لازم نوصل للتراك اللي فيه المعلومه ثم نوصل للسيكتور اللي فيه المعلومه. الوصول للتراك بنسميه السيك تايم، وده يترتب عليه ان الهيد بتاعت الهيد ريد رايت بتاعت الديسك تتحرك لقدام ولورا، ان وورد واوت وورد، تتحرك لقدام ولورا على الـ على الـ على الاكسس يعني. اما اثناء الدوران بتاع الديسك فمجرد ما وصلت للتراك استنى بقى الهيد هيفضل موجود لحد ما التراك يجي تحت منه، سوري لحد ما السيكتور يجي تحت منه، هو ده بنسميه ليتنس تايم. يبقى السيك هو وقت الوصول الى وقت الوصول الى التراك، اما الليتنسي تايم او اللي هي روتيشن ليتنسي اللي هي وقت الوصول لحد ما ايه السيكتور يجي تحت مني بالظبط. الهيد كراش معناها ديسك باص استوبقد، يعني معناها الديسك عمل كونتاكت مع سطح الديسك الديسك دي يعني مضمونه طريقه ان هي ايه كان بي ريموفبل، ممكن تكون تتحرك تتشال وارجعها تاني يعني ممكن. وشفنا كده كلنا زي ما نشوف دلوقتي الفلاش هي نوع من انواع السكند ستورج ديفايسز،
بيتشال بيتحط، في هارد ديسكات اكسترنال. ادي الشكل اللي قدامك اهو. بص السبندل ده هو ده اللي بندور حواليه، خلاص. ده اللي هو ايه؟ ده القرص البلاتر اللي هو الماجنتيك. السطح هنا مكتوب موجود فيه ماده مغناطيسيه، ماجنتيك ماتيريال. بص بقى ده التراك، نفس البعد ده عن الحافه دي، هو نفس واحد في واحد هنا قصاده، صح؟ يبقى ده تراك، انذر تراك. خلاص، لو فرضنا ان هم يعني ثلاثه بس، يبقى الثلاثه دول مع بعض يكونوا ما يسمى بالسلندر. يبقى دي حتى هو رسمها لك نقط اهي. يبقى ده ايه؟ السلندر. القرص ده بيدور، ودورانه هو اللي بيجيب لي الروتيشنال ليتنسي، او الوقت اللي هو المستغرب عشان اجيب، عشان السيكتور هو ده. يعني شوف التراك ده متقسم الى ايه؟ سيكتور. واضح ان هو متقسم الى ايه؟ شرايط اهي. دي تمثل السيكتور. ده الارم اسمبلي، طلع منه هيد واثنين وثلاثه هيد لكل بلاتر، او اثنين هيد اذا كنت ايه بقرا وبكتب من السطح ده والسطح الثاني. يعني الديسك نفسه مكتوب على ناحيتين، يعني واجهتين يعني. بس وفي ده في الارم بتاع الديسك، وده مجموعه ده اللي بيربط الارمات كلها مع بعض. لما اجي بكتب هنا مثلا، بكتب على الديسك رقم البدايه خالص، بكتب على الديسك رقم سوري على السيكتور رقم 0 في التراك رقم 0. 0 هو جاي من الخارج ده، من الاوتر موست ده، خلاص. وبعدين واحد واثنين وثلاثه لحد ما اخلص من التراك ده، ثم ابتدي اكتب اكمل في الكتابه في التراك اللي هو نفس التراك الاوتر موست ده، وفي السيكتورز اللي فيها، وبيخلص تخش على ده. وبعدين اخش بقى على ايه؟ على التراك الثاني اللي هو يتبع اللي بعد الاوتر موست، السكند اوتر موست تراك. وهنا كاتب لك روتيشن، يعني ده ايه؟ الاقراص دي بتدور حوالين ايه؟ الوادي قرص الدرا، سوري، ده القرص الدوار يعني. وده الايه؟ السبند اللي بندور حواليه. الديسكات البلاتر كان يعني كان هيستوريكالي كانت من 85% انش الى 14 انش. دلوقتي الكامل الموجود 3.5 انش، 2.5 انش، 1.8. ده الشكل العام بعد ما تشال منه ايه الكفر بتاعه. بتتراوح ساعتها تخزينيه من 350 جيجا، من 30 جيجا الى 3 تيرا. دي غالبيتها كده يعني. التيرا اللي هي بعد الميجا. سوري، التيرا اللي هي بعد الجيجا. الترانسفير ريت، احنا قلنا سرعه سريان، معدل سريان الداتا من القرص الكمبيوتر خلال ايه؟ الهيد بتاعت الديسك. حدود 6 جيجا بايت، اللي بس مكتوبه بخفيفه دي بايت بير سكند. 6 جيجا، سوري انا بقول ايه بس، 6 جيجا بت، السمول بي دي بت، 6 جيجا بت بير سكند. افكتيف ترانسفير ريت يختلف عن الترانسفير ريت. الترانسفير ريت قد يكون في بعض الاوفرهيد ياخروا شويه، اللي هي الفكره ده اللي ايه؟ معدل الترانسفير الفعلي. شوف هنا ده كان 6، يعني كلام نظري على الورق، لكن عمليا بقت 1 جيجا بت بير سكند. البي مره ثانيه، البي سمول، بي سمول، بي بوي، هي بترمز للبت. البي كابيتال هي ترمز الى البايت. السيك تايم، وقلنا السيك تايم من 3 الى 12، يعني يا اما 12 3 مللي سكند، 12 مللي سكند يعني، والاغلب في حدود 9 مللي سكند، اللي هو الوقت اللي هو هيوصل من اول واحده لاخر واحده، من اول تراك لاخر تراك.
وده في كل الكمبيوترز اللي موجودة في الديسك توب بتاعك اللي في البيت والمكتب وبتاع ده، أغلبهم كلهم من النوع ده، 9 ملي سكند. افريج سيك تايم ميجرد اور كالكوليتد بيزد اون تلت تراك. احنا عايزين الافريج، عايزين المتوسط السيك تايم. ما هو اتوقف انت فين دلوقتي، انت موجود في مكان والريكوست اللي جاي بعد كده قريب منك او بعيد عنك، تشوف انت ففي المتوسط، وبنسميها ايه، بيزد على تلت تراكس. تلت تراك طيب. اما الليتنسي تايم هو لو قلنا ريفولوشن 60 ريفولوشن بير مينت، يبقى الريفولوشن الواحده بتاخد وقت قد ايه، بتاخد وقت قد ايه، يبقى الزمن اللازم علشان اعمل دوره كامله يعني. يعني ريفولوشن بير مينت على 60 دي بير مينت، يبقى 60 ثانيه، يبقى الرقم ده بالثانيه، طلع المقام فوق يبقى ايه، ثواني على الريفولوشن، يدي لك اللفه الواحده بتاخد وقت قد ايه، ودي الافرج بتاعها نص ليتنسي. نص ليتنسي في المتوسط تكون ايه، لان ممكن المعلومه بتاعتي تكون السيكتور اللي جنبي على طول، او السيكتور اللي لما الف لفه كامله هلاقيه، يبقى في النص ايه، 0 و1 يبقى نص، يبقى نص 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 دوره كامله يعني، نص ليتنسي يعني. ده في المتوسط، بنتكلم على المتوسط يعني. الاكسس ليتنسي، الافريج اكسس تايم، هو ليتنسي عن تاخير، فهو مقصود بيها السيك والليتنسي. الافريج اكسس تايم هي متوسط السيك تايم، متوسط البحث، ومتوسط ايه، استنى الدوران الاسره لما دور يجي السيكتور تحت مني ده. ودي عايزين نحسبها بالملي سكند. لاسرع ديسك بيكون 3 و2 5 ملي سكند. الديسك البطيء بيكون بتوصل لحد ايه، هي 9 زائد 5 تديني كام، 14 مثلا. الافريج انبوت اوتبوت تايم بتساوي الافريج اكسس تايم اللي احنا شرحناه هنا، اللي هو السيك زائد الليتنسي زائد ايه، الترانسفير تايم، زائد وقت ضايع في الكنترولر. الكنترولر ديسك ليه كنترولر اللي هو بيتحكم في مجموعه البفر، الكمبيوتر بيبعت داتا بتتجمع في بفر اللي ده الجهاز اللي بيتحكم فيه الانبوت اوت ديفايس. كل ديفايس لازم يكون ليه كنترولر، انبوت اوت ديفايس لازم يكون ليه كنترولر، يلقط الداتا من الداتا بفر بتاع. ادي الكنترول اوفر. يبقى شوف هنا الافريج انبوت اوت تايم بيتكون من ايه، واحد سيك تايم زائد ليتنس تايم زائد الترانسفير تايم زائد الاوفر هيد تايم. لو فرضنا ان احنا عندنا 4 كيلو بايت، 4 بلوك 4 كيلو بايت، لان البينه تقيله، 4 كيلو بايت ده بلوك واحد، والقرص بيلف ب 7200 ريفولوشن بير مينيت، والسيك تايم بيبقى 5 في المتوسط، والترانسفير ريت بتكون 1 جيجا بت بير سكند في المتوسط، وعندنا الكنترولر بياخد وقت نص بوينت، سوري بوينت 1 ميجا ملي سكند، 0.1 ملي سكند. يبقى احسب لي الافريج انبوت اوت تايم يساوي ايه؟ 1 5 ده مين؟ 5 ده مين؟ 5 ده السيك تايم، تمام. والبوينت 1 ده مين؟ ده الكنترولر اوفر هيد، كنترولر تايم. طيب ده مين بقى؟ ده اللي هو الترانسفير ريت او ترانسفير تايم اللي هاخده عشان انقل 4 كيلو على 7000 في اتوقف على سرعه الدوران بتاعت ايه، بتاعت الديسك. بص يا جماعه، 4.17 دي سهله جدا عشان تحسبها، اوعى تتخض يعني. الاول تعالى نحسب الترانسفير ريت. بص، انت هتقسم 4 كيلو على 7200 ريفولوشن بير ديسك. لا 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 لا
بقول ايه كده 4 كيلو على الترانسفير ريت اللي هي 1 جيجا بت. اقسم 4 كيلو بايت على 1 جيجا بت، وراعي ان الوحدات تكون كلها زي بعض. دي كيلو، دي جيجا، دي سكند، ديت وانا عايزها تطلع بالملي سكند. يعني اقسم لي 4 كيلو على 1 جيجا، اهو 4 كيلو على 1 جيجا بت بير سكند. كل الكلام ده تحويلات 8 علشان البايت فيها 8 بت، وهنا 1024 كيلو اضرب في 1024 تديني ايه؟ الكيلو بضرب 1024 تديني ميجا، والميجا اضربها في 1024 تديني كام؟ يديني جيجا. يبقى 1024 تربيع على كيلو. المهم في الاخر طلع ايه؟ كل ده جربه مع تغيير الوحدات يطلع صح 100%، يطلع 0.03 من الف بعد ما حولناها الى ايه؟ الى ملي سكند. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ ده الافريج الافريج انبوت اوتبوت تايم. حسبنا السيك تايم، حسبنا الاوفر هيد تايم، وحسبنا ايه الترانسفير تايم اللي خده. هحسبه لك لوحده هنا اهوت عشان عايز احسبه اللي هي اسمه انت بتنقل 4 كيلو، هو بيلف 7200 كيلو ريفولوشن بير مينت. اقسم دي على على ديت هيدي لك ايه الزمن اللي هيتاخد علشان انقل ايه؟ عشان انقل ال عشان انقل ال 4 كيلو بت دول. هو حسبها 29% زائد ترانسفير تايم بوينت اللي بطلعها من هنا بوينت 031 يديني ايه؟ يديني 29% اللي هي جايه من هنا، اللي جايه من هنا 5 و4 9 17 17 زائد 21 يديني ايه؟ بوينت 27 زائد الترانسفير ريت اللي هو الترانسفير تايم الوقت اللي خدته عشان انقل ايه؟ عشان انقل ال 4 كيلو. وقلت لك اقسم ال 4 كيلو على 7200 ريفولوشن بير مينت. بس ما تنساش من فضلك حول يعني سوري اقسم 4 كيلو على مين؟ على ال بينقل 4 جيجا بت بير سكند. اقسم 4 كيلو بت على 1 جيجا بت بير سكند هتدي لك العدد المطلوب اللي هو كام؟ 31000 ملي سكند. دي صوره تاريخيه سنه 1956. كان اي بي ام ساعتها هي واكله الجو كله، كان تقريبا اكبر شركه في العالم لصناعه الكمبيوترز. كانوا مطلعين كانوا مصنعين ديسك ستورج سيستم يسموه اي بي ام موديل 350، والمكنه كلها الهارد ديسك ده على الهيصه اللي فيه ده كله، شوف قد ايه، وداخل طياره بان امريكان اهي. ده 5 ميجا تخيل، وحرف والحرف الواحد بياخد 7 بت، والبلاتر 50 في 24 بلاترز، والاكسس تايم بتاعي اقل من 1 سكند. ده للتاريخ يعني عشان بس يحسسك بالارقام يعني. ودي كان فرحه الناس سنه 56 ان يعني كانت يعني النانو فولاتايل ميموري. احنا قلنا يعني ميموري ديفايس اتس لايك ديسك درايف. احنا اتكلمنا على الماجنتيك ديسك درايف اللي هو اتش دي دي. دلوقتي هنتكلم على نوع تاني بس نانو فولاتايل برضو يعني تحتفظ بيها، بنسميها ايه؟ اتس كولد سوليد ستيت ديسك. سوليد ستيت ديسك، سوليد ستيت ديسك، اس اس دي. في بعضها بيجي عن طريق اليو اس بي زي فلاشه تقريبا فلاشه، في بعضها بيجي على شكل الدي دي رام ديسك ريبليسمنت،
وفي بعضها بيجي على شكل سيرفيس ماونتد اون ماذر بورد، بيتحط جنب زي بيتحط جنب المين ستورج الرام يعني، وده بيتحط الكلام ده فين؟ في السمارت عفوا. يبقى دي الاشكال المختلفه للاس اس دي. طيب كان بي مور ريلايبل ذان اتش دي دي. ريلايبل يعني تقاوم الاخطاء وتقاوم الاخطاء، الله ريلايبل يمكن الاعتماد عليها اكثر من اتش دي دي. تمام. مور اكسبنسيف، اغلى من الـ من الاتش دي دي. طبعا بيسوي زي بيشوف سعرها، سعر ال 200 مثلا ميجا قد ايه هنا وهنا، يبقى هنا سعر في الوحده الواحده قد ايه، يبقى ميجا بايت يعني. عمر مي هاف شورتر لايف سبان، يبقى عمرها اقصر شويه، عشان كده لابد انها ايه تعملها بحرص. هنا السعه بتاعتها اقل، هنا السرعه اكتر. الباصص كان ممكن اللي هي لاي حاجه ده لازم تركب على الاصل او تقف باص عشان انقل من الاس اس دي الى السي بي يو عن طريق عن طريق ايه عن طريق الباصات، ممكن لكن دي ممكن تخش مباشره كونكت دايركتلي تو البي سي ار، مش عن طريق الباص، الباص هيبطئها شويه. يعني ما فيش أجهزة بتتحرك، ومن ثم ما فيش سيك تايم ولا ليتنسي تايم. ده بالنسبة قلت لك تخيلها بالظبط ان هي الفلاشة يعني. دي اللي هي نون فولاتايل، اللي هي زي الفلاشة، بس هنا دي ايه اللي بتتحط على احنا قلنا في أشكال مختلفة منها، صح؟ في أشكال مختلفة منها. يو اس بي درايف، ممكن دي رام ديسك ريبليسمنت، سيرفيس ماونتد اون ماذر بورد. دي احد الاشكال اللي موجوده. ريد رايت، ممكن دي ممكن تكتب ريد رايت ان بيج انكريمنت، يعني البيج دي فكر انها زي ما يكون السيكتور يعني، بس مو مش مهم، بس كانوت اوفر رايت ان بليس، مش ممكن اكتب على الكلام الموجود في نفس المكان يعني. ماست فيرست بي ريست، لازم الاول ريست امسحها الاول. اند ريست هاف ان لارج بلوك، والمسح بياخد ايه مساحات كبيره مره واحده يعني. كان اول بي ريست ليميتد نمبر اوف تايمز، تتمسح اي عدد محدود من الايه عدد محدود من ال عدد محدود من المرات المسح، هتبوظ بعد مثلا مثلا 100,000، يبقى هنا هتبوظ يعني بعد ايه 100,000 مسحه. لايف سبان ما بحسبش عمرها بالايام ولا بالشهور ولا بالسنين ولا في الشهر ولا شهرين، لا بحسب اسمها بحسب عمرها درايف رايت بير دي، درايف رايت بير دي دي دبليو ار بي دي. يعني لو كتبتها كلها مره يعني ال1 تيرا مثلا ناند، دي هي ناند جيت اللي هي المهم درايف مصنوع من التكنولوجي معينه كلها ناند ماشي. ال1 تيرا احنا عارفين 1 تيرا يعني ايه، ويز ريتنج اوف 50 درايف درايف رايت بير داي، خلاص is expected to have 5 تيرا بايت بير دي written within warranty period period without failing. يعني لما اجي اقول لك ان دي معدلها او عمرها 5 درايف رايت بير دي، يعني ايه 5 رايت بير دي ديفايد رايت بير دي؟ يعني بقول لك هي وهي حجمها 1 تيرا، يبقى لو كتبت 5 رايت بير دي 5 مرات 1 تيرا يبقى ايه بعد كده يعني ما تضمنش انها تكون كويس يعني. خلاص الواحد دي
تتكتب 5 مرات، اللي هي يعني الفلاش كلها تتكتب 5 مرات، يبقى كتبت 1 تيرا كتبتها كلها في 5 مرات يبقى 5، فبقول دي عمرها 5. الضمان بتاعك هيتاخد فيه 5 درايف رايت بير تيرا، ادي العمر بتحسب كده ممكن تتكتب كام مره يعني. الفلاش كنترولر الجوريزم ويز نو اوفر رايت، ما بكتبش على اللي موجود، نو اوفر رايت. بيج اند اب with mix of valid and end and invalid data اهو. طيب انا مش عايز اكتب على اللي مكتوب، يبقى هنا هيجي عندي pages بعضها valid بعضها invalid. valid يعني فيها داتا حقيقيه خاصه بداتا لازم تحافظ عليها. invalid لا، فيها داتا بس مش اخبطها يعني، ما فيهاش اي حاجه يعني، ما يعني داتا غير 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 داتا انفاليد يعني. طيب يبقى عندي 1 2 3 4 دول فاليد بس، تبع الباقي دول ايه؟ لا دول فاضيين يعني، عمليا فاضيين. كل واحده من دول انا بحتفظ بجدول اسمه اف تي ال، فلاش فلاش تيبل يعني، فلاش ترانسليشن تيبل. ده فين موجود في الكنترول، بحتفظ بالجدول دوت. الجدول ده بيقول لي دي فاليد دي فاليد دي فاليد دي فاليد دي انفاليد دي انفاليد دي انفاليد دي انفاليد، خلاص. وكمان الالجوريزم بتاعنا بتاع الكنترولر دوت بيحتوي على جاربج كوليكشن، ليه؟ عشان ينظف الانفاليد. من فين دول؟ ما قلتش اقول لك هم فيهم داتا بس مش قبل كده مكتوب قبل كده، دلوقتي انا مش عايزها، مش تبعي يعني، مش تبع اي برنامج اي فايل خزنوا عليها، مش دول عمليا في حكم الايه؟ في حكم الفري. طيب انا جاربج كوليكشن يعني ايه؟ انضف دول، لان احنا قلنا لك ايه؟ نو اوفر رايت. هو لازم الاول ايه؟ الالجوريزم دوت يعمل ايه؟ يفري الانفاليد سبيس، يفري الانفاليد سبيس، يحول دي الى ايه؟ انها تبقى يحول الحمراء دي انها تبقى ايه؟ تبقى فري، بدل ما كانت انفاليد تبقى فري. وكده يبقى allocate over provisioning to provide working space for GC. يبقى هنا مدينا بقى الى ايه؟ بقى موفر لك شويه فري، اللي هم 1 2 3 4 هنا، ودول متوفرين ليك علشان لو طلبت ديث. Each cell has life span، كل واحده من السيل من دول ليها life span. So we're living needed to write equally to all cells. يعني ايه living؟ وير اللي هو استهلاك، استهلاك. عارف لما يكون عندك منتج في الـ في الـ في المخزن وده مستهلكات لفتره زمنيه معينه وبعدين هيترمي، يبقى كل سيل من دول ليها عمر لايف سبان، ومن ثم الوير ليفنج نيدد تو رايت ايكوالي تو اول سيلز. يعني مش كل مره تختار لي السيل الاولانيه دي، لازم تخلي كتابتك على السيلز دي، لان في الحاله دي السيل دي هتبوظ قبل ايه؟ قبل دي. يبقى لازم تخلي لي ايه السيل ديت ايه؟ الكتابه على السيل دي كلها متساوي، يعني عدد مرات الكتابه على السيل دي متساوي، يعني ما تركزش على مع واحده والتانيه تكتب عليها تكتب لحد ما تبوظ يعني. خلاص. الفولاتايل فولاتايل ميموري هو الشابتر بتاعنا يا جماعه، مش اسمه ماس ستورج ديفايس او ماس ستورج. خلاص. امال ايه اللي بيخليني ادرس الفولاتايل؟ ما هي كل الماس ستورج دي لازم تكون فولاتايل. ليه هنا شرح لي جزء الفولاتايل ميموري؟ هو انا حتى كتبها ميموري يعني تدي لك ايحاء انها ذاكره رئيسيه وكتب لك انها فولاتايل؟ امال ايه علاقه يعني؟ انت فاهمين قصدي سؤال ايه؟ يعني هل هذا الجزء هل هذا الجزء
كان من المفروض الا يتواجد في هذا في الفصل ويتواجد في الفصول اللي قبل كده نتكلم على الرمي. لا هو صحيح فولاتايل وصحيح انها من ميموري يعني الماده المصنوعه منها الميموري يعني، ولكن بص زي الدي رام مثلا، لكن انا بستخدمها كماس ستورج ديفايس. ازاي بقى؟ ما هي لما الكهرباء تقطع تضيع اللي فيها. ما انا بص بقى طريقه الاستخدام ايه؟ خلاص؟ وده يفسر لك ليه انا حاططها في المكان دوت. مساحتها كبيره، بتخزن كم كبير من الداتا، صحيح انها فولاتايل لكن ليها استخدام، عايز جزء من الرام يكون سريع اقدر اخزن فيه معلومات كتير. يبقى نوت تكنيكال سكند ستورج، مش سكند ستورج. Because volatile, not volatile. But can we have file systems be used like very fast secondary storage؟ ولكنها ممكن ابني جواها file system يخليها تشتغل زي اسرع secondary storage. لانها من تكنولوجي سريعه جدا. ومن سبب تكون غاليه برضو. لكن يبقى ممكن ابني عليها فايل سيستم زيها زي السكند ستورج لكنها اسرع من اي سكند ستورج. طب انت عايز تعمل كده ليه؟ او انواعها ايه؟ تعالى كلمه الرام، يبقى ادي 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 دي رام، ادي نوع تاني. هذا الرام درايفز. بص خلي بالك هو اتعمل يسمى لك يعني يغيظك يعني، واحده رام واحده رام ديفايس ويز ميني نيمز انكلودنج رام ديسك، احيانا بسميها رام ديسك، بريزنت از رو بلوك ديفايس كومنلي فايل سيستم فورمات. الكمبيوترز هاف بافرنج وكاش، بتعامل معاهم من خلال الرام. سو واي رام ديفايس؟ ليه محتاج رام ديفايس؟ ما انا عندي لو كنت هستخدمها زي الكاش والبفر خلاص. لا هنا الكاش والبفر allocated managed by programmer والاوبريتنج سيستم هاردوير. ده الكاش والبفر، وبالذات الكاش. انا الكاش عمري ما استخدمتها انا كيوزر، انما الاوبريتنج سيستم هو اللي بيستخدمها نفسه. رام درايفز لكن الرام بقى كلها اندر يوزر كنترول، تحت تحكم اليوزر. موجوده في اول ميجر اوبريتنج سيستم، وهي بنستخدمها تمبري ستورج يعني داتا مؤقته او فصل عن الكهرباء تضيع عليها. في وليها هاي سبيد، ليها سرعه عاليه جدا. البروجرامز كود شير بالك داتا كويكلي باي ريد رايتنج تو رام ديفايس. ممكن استخدمها كمان ان البرامج المختلفه تتقاسموا الداتا، داتا مشاركه من كذا برنامج احطها فيها لانها سريعه فممكن ياخدوها من بعض. زي ايه يا جماعه؟ احنا خدنا مثال ليها. انت ما خدتش السواب اريا؟ خدناها. ايه السواب اريا دي؟ السواب اريا هي جزء من البرنامج يتحمل في الرام والجزء الثاني على الديسك، تعال نسميه هو في السواب اريا. والجزء اللي بره ده في السواب اريا لما يتعاز هيتعاد تحميله من السواب اريا الى مين؟ الى الديسك. طيب هو برنامج واحد؟ لا ده كذا برنامج بتحمل كلهم فيرتشوالي، يبقى كله هيتحمله في يبقى بخلي حته من الرام درايف دي عشان استعملها كايه؟ كسواب اريا، عشان اخلي السواب ريت عالي عالي، لانه عشان كده بجيب له من الديسك ده من الماده التكنولوجي اللي مصنوع منها ايه؟ الرامات، لان دي تاثر جدا جدا على سرعه البرنامج. يبقى امال 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 جزء البرنامج الذي لا يحمل اللي هو الفيرشوال هيتحمل فين؟ هيتحمل فين؟ ممكن طبعا يتحمل في الـ في الـ في, الـ في الهارد ديسك عادي، بس هي بطيء شويه. فبجيب له بتاع مخصوص عشان احمل ايه؟ عشان احمل ال ده بيقول لك ده مجرد مثال فقط على السواب اريا. في بعض الحاجات تحصل بعض الاخطاء، وعايز اعرف ان في اليونكس مثلا في حاجه اسمها بعمل دايركت اسمه لوست بلس فاوند، فيها بلوكس اسمه الفايل ضاع لكن الفايل نفسه موجود. الفايل على فكره في اليونكس بيتخزن برقم بسميه اي نود، فلما ممكن الحاجات ديت السريعه اللي عايزه اكسس سريع تتحط في الرام درايف. اعتقد انا كده يعني قلت ايه معنى كلمه فولاتايل ميموري،
وليه حطيناها في الجزء دوت؟ لانها بتستخدم كماس ستورج، وضربنا مثال بيها بالسواب اريا، وضربنا حتى نوعين هم اللي هو دي رام والرام درايف. هنا الماجنتيك تيب كان الاول عامل زي بريل كده، اسطوانه كده كبيره عليها التيب اللي بتعمل عليها الافلام بتاع زمان. دلوقتي لا، بتعمل كلها عامله كاردريدج، بيتحط الفيلم في 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 فاكرين الفيديو بتاع زمان ده، نحط الكاردريدج يعني الشكل غير يعني. الديسك اتاشمنت نوع تاني من الـ من الديسك، نوع تاني من الديسكات، من الديسكات بس بعمل له اتاش. يبقى هوست اتاش ستورج اكسس ثرو انبوت اوت بورت، يعني من خلال البورت، والبورت واصله بالباص. يبقى هو بيركب على بورت معينه، بعمل له اتاش يعني كمبيوتر ليه بورت، اجيب الداتا ديت الديسك ده احطه اتاش على بورت معينه، والبورت ديت واصله بيه الانبوت او بالباص، يبقى كده الداتا تقدر توصل لايه للسي بي يو. في سيفرال باسز افيلابل بقى ممكن تركب عليها ثرو البورت الديسكات دي. في ادفانس تكنولوجي اتاشمنت اللي هي اي تي اي، في سيريال اي تي اي، في سيريال اتاشد اسكازي اس اي اس، في يونيفرسال سيريال باس يو اس بي، فايبر اوبتيك اتش ال. كل دي على حسب نوع الديسك، وحسب انا بوصله من خلال فايبر ولا من خلال بصات عاديه، والبصات دي شكلها ايه، يعني كل دي انواع مختلفه من ال. اكتر واحده مشهوره ال اس تي اس اي تي اللي هي سيريال اي تي. تمام. Because non-volatile memory much faster than HDD non-volatile memory. يبقى دي مش volatile، مش اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، دي non-volatile memory. يبقى معموله من تكنولوجي قريبه من الـ من الـ من الـ من التكنولوجي المصنوعه منها الميموري، ولكنها non-volatile، عشان كده اسرع بكتير من ال HDD تقريبا 10 مرات. New fast انترفيس لهذا النوع، فيها انترفيس واجهه لمثل هذا النوع اللي هو الديسك اتاشمنت، بنسميها ايه؟ ان في ام اكسبريس، ان في ام اي اي كونكت دايركتلي تو بي سي بي سي باص. تمام. هي اسرع بكتير من ديت، عشان مش عايز بقى ايه استغل اضيع السرعه ديت، فعملت لها انترفيس مخصوص ويوصل على حتى البي سي اي باص، عشان يبقى العمليه كلها سرعه بسرعه، يعني ما اجيبش حاجه رخيصه واخليها الوصله بتاعت الكمبيوتر اللي وصلها بالسي بي يو بطيئه، يبقى ما عملناش حاجه. داتا ترانسفيرز اون باص كاريد اوت باي سبيشال الكترونيك بروسيسور. الداتا ترانسفير على الباص بينفذ بواسطه ايه؟ بروسيسورز مخصوصه لهذا النوع، لهذا الترانسفير يعني. هذا البروسيسور مخصوصه، مش السي بي يو بروسيسور، لا، بروسيسور مخصوصه لهذه الكوميونيكيشن، لهذا الترانسفير الداتا، بنسميها ايه؟ بنسميها كنترولر هوست باس ادابترز. هوست كنترولر اون ذا كمبيوتر اند اوف ذا باس. device controller on device end. يبقى اي حاجه في الدنيا، بص في الدنيا في نهايتين طرفين بيوصل الحاجتين، الطرف وصل على الكمبيوتر وتحديدا الكنترولر بتاع الكمبيوتر، والطرف الثاني وصل على الديفايس. تمام. كمبيوتر places around sorry places command on host controller using memory mapped input of the device. يبقى الكمبيوتر بيحط اوامر
على الكنترولر بتاع الهوست باستخدام الميموري ماب انبوت اوتبوت بورت. هوست كنترولر سيندز مسج تو ديفايس كنترولر، يعني من عندي كنترولر خاص. انا دول بيوصلوا بين حاجتين، هما بيوصلوا ما بين الكمبيوتر وما بين الكنترولر بتاع الديفايس. طب الكمبيوتر يخش عليه، يخش على كنترولر خاص بهذه الاتصالات مع ديفايس كنترولر، يبقى من كنترولر لكنترولر. كنترولر الهوست كنترولر سند مسج اون تو ديفايس كنترولر، تمام. وده ترانسفيرز باي دي ام اي دايركت ميموري اكسس بتوين ديفايس اند كمبيوتر. دي رام ممكن كمان يستغل في الاتصال المباشر ما بين السي بي يو والرامات وتحديدا الدي رام. الادرس مابنج، هو انا مش عندي حاجه اسمها فورماتنج وتحديدا اسمها لو ليفل فورماتنج. طبعا ايه اللي بيحصل؟ الديسك ده قبل ما استخدمه لازم اعمل له فورمات. فالديسك دوت بيعمل يمسك التراك يقسمها لسيكتورز، وكل سيكتور دي يعتبر لوجيكال بلوك. ومن ضمن ال من ضمن يعني الايه بيسموها ايه، من ضمن العمليه بتاعه الفورماتنج، يعمل لي جدول كده يكتب لي فيه وان دايمنشنال اري فيكتور، يعني جدول من عمود واحد يكتب لي فيه الارقام اللوجيكال بلوك اللي عندي. اللوجيكال بلوك هي اقل وحده ترانسفير، اللي هي على فكره في بعض الكمبيوتر بتفترضها عليك ان انت لازم تستخدمها مثلا نص كيلو ربع كيلو، وبعضهم بيدي لك الاختيار عايز اللوجيكال بلوك بتاعك يكون كام، نص كيلو ولا كيلو ولا 4 كيلو ولا 8 كيلو. يبقى اللو ليفل فورماتنج هي اللي بتخلق اللوجيكال بلوك فيزيكال ميديا. ادي الفورماتنج الاولانيه. الوان دايمنشنال اري مابد على مين؟ على سيكتور. يعني كل سيكتور له ما يخ... ما... يعني السيكتور كل سيكتور له ايه لوجيكال بلوك، بديله رقم في لوجيكال بلوك. يبقى اللوجيكال بلوك ده موجود فين على الديسك؟ طبعا في العاده يبقى 0 0 0 كده، 0 0 1 1 1 2 2 كده. يبقى سيكتور 0 از ذا فيرست سيكتور اوف ذا فيرست تراك اوف ذا اوت موست سيلندر. يبقى السيكتور 0 ده اللي هو هيقابل لوجيكال بلوك 0 ده عباره عن مين؟ اول سيكتور على اول تراك. ولما اقول اول تراك قصدي التراكات الكبيره اللي هي على الاوتر موست يعني سيلندر، اللي هي بره بعيد عن المركز الدائري يعني. بعد كده المابنج بروسيد ان اوردر ثرو ذا تراك، ابتدي اشتغل على التراك الاول اخلصه. Then the rest of the track in the cylinder. قلنا ديت قبل كده، يعني باخد السيكتور 0 سيكتور 1 سيكتور 2 سيكتور 3 سيكتور 4، خلصت التراك ديت خش على نفس التراك دي في البليت الثاني القرص الثاني، وبعدين القرص الثالث وهكذا. كانوا هم ثلاث قرص بس خلاص هم دول. وبعد كده تخش بقى على السلندر التاليه، يعني التراك النمره 1 وبعدين تراك من واحد في نفس السلندر وبعدين تراك من واحد في نفس السلندر وبعدين خش على وهكذا. يبقى ده التالي مباشره يعني. خلاص لوجيكال تو فيزيكال شود بي ايزي. طبعا عمليه دي ده وان فيكتور اري، يعني كذا في كذا كذا في كذا كذا في كذا كذا في كذا. بس هل ممكن بعض السيكتورز تبوظ؟ ممكن. نون كونستنت نمبر اوف تراكس سيكتور بتراك فايا مش ثابته، يعني عدد السيكتورز في التراك الواحد بيتوقف على الانجلر فيلوسيتي. الانجلر فيلوسيتي لو كان عندنا كونستنت انجلر فيلوسيتي سرعه الزاويه، احنا في هندسه خدنا حاجه اسمها السرعه الزاويه اللي هي سرعه الدوران. لو كانت كونستنت فيلوسيتي يبقى هتلاقي عدد السيكتورز اللي موجود في التراك بيختلف على حسب بعد التراك عن مركز الدائره. شو يعني
الهارد ديسك سكيدولينج، انا عايز ايه؟ عايز عندي طلبات كتيره رايحه على الديسك، عايز ازود عدد ازود الثروبوت بتاعت اخلصها بسرعه، يعني عدد الام بتاعت الريكوست اخلصها بسرعه، او هي يعني امينمايز السي فايل، امينمايز السي تايم. والسي تايم هنا انا بروبورشنال للسيك ديستنس، انت واقف عند واقف عند التراك او يعني رقم 0 عايز تروح للتراك رقم 640 مثلا، مثلا تاخد وقت غير لما تاخد من 0 تروح لواحد. قلنا دي عباره عن ارم متركب فيه الهيد وعمال يخش ويطلع جوه كده، يخش جوه يعني هو عمال يتحرك لقدام ولورا، بيتحرك على الدائر القرص دوت، بيطلع على دوائر ايه، على دوائر مختلفه مش كده؟ اه، فهو عمال يتحرك لان واوت بس، ان واوت بس. اما الدوران عشان يجيب معلومه، لا الديسك هو اللي بيتحرك له تحت منه علشان يجي له على ايه، على السيكتور اللي هو طيب. في تعبير تاني قبل ما نخش فيها، نتكلم على السكيدولينج اللي هو ما يسمى بالباندويث. ايه الباندويث ده؟ هو total number of bytes transferred، اقسم عدد البيتات اللي هتنقلها على total time between the first request for the service and the completion of the last service. ادي معنى هات البايت اللي انت نقلتها مقسومة على الزمن اللي هو مطروح. الزمن ده عبارة عن حاجتين، عبارة عن وقت آخر عملية، انتهاء آخر عملية، ووقت أول عملية. اسمة النمبر اوف بايتس على الزمن اللي أخدته هو ده بنسميه الباندويث. فاحنا عايزين ايه؟ نقلل عدد الايه؟ نمينوايز السيك تايم يعني. درايف كنترولر هاف سمول بافرز اند مانج ا كيو اوف انبوت ريكوست. هفترض ان انا عندي كنترولر وكل كنترولر له بافر، والبافر ده بيحتوي على الانبوت اوت ريكوست. تمام. تعال نشوف عشان العملية سهلة جدا يعني. بص، many sources of disk input output request. مين اللي بيطلبوا input output request؟ الاوبريتنج سيستم، السيستم بروسيسز، اليوزر بروسيسز. if input output request include input or output mode، يعني input output request عايز input ولا عايز output، يحتوي على الديسك ادرس، يحتوي على الميموري ادرس، يحتوي على حجم الداتا يعني عدد السيكتورز اللي هتنتقل. OS maintains queue of request، احنا قلنا كل request اللي هتيجي للاوبريتنج سيستم على الديسك الفلاني دوت هيحتفظ، يبقى بالديسك ده هيبقى فيه كيو للريكوستس اللي عليه، لكل ديفايس، لكل هارد ديسك. افت عندك كتاب واحد، يبقى كل ديسك له ايه، له كيو في الانبوت اوت ريكوست اللي ايه اللي اتطلب. وقلنا الريكوست هو عباره عن الامر، الريكوست نفسه الانبوت ولا اوت، هينقل من فين لفين، هيكتب من فين من ميموري للديسك، يبقى لازم تكتب لي الديسك ادرس والميموري ادرس، الحجم بتاعه قد ايه، نمبر اوف سيكتورز اللي هيتنقلوا. ايديال ديسك يعني الديسك الفاضي مباشره هينفذ الانبوت اوت ريكوست اللي عنده، صح؟ اما بقى الديسك المليان اللي مشغول وجاله ريكوست فيحطه فين؟ في الكيو. تمام. اوبتمايزيشن الجوريزم مي سوري يقول لي ميك سنس وين اكيو اكزيست. طبعا تعمل اوبتمايزيشن يبقى لازم عندك يكون ايه ريكوستس كتيره مركونه، عايز تخلص اكبر عدد منهم في الوقت الواحد، او عايز تخلصهم في اسرع وقت يعني مينمايز السيك تايم. في الماضي الاوبريتنج سيستم كان مسؤول عن الكيو مانجمنت والديسك درايف هيد سكيدولينج. ناو بيلت انتو ذا ستورج ديفايس،
طريقة كنترولرز. يبقى استحدثنا كنترولر لمين؟ للديسك الاستورج ديفايس ده، شال عني بعض العبء اللي كان الاول اوبن سيستم مسؤول عنه. يعني ممكن يكون في الجوريزم مع الكنترولر هو اللي يعمل عمليه السكيدولينج دي، يعني هو اللي يعمل مانجمنت للكيو، هو اللي يعمل عمليه السكيدولينج للهيد دي تروح فين وتيجي منين. يعني اصبح شال عبء عني شويه بعد ما كان انا بعمل البرنس اسمه اللي بيعمل كل حاجه. لوجيكال بلوك ادرس، لوجيكال بلوك ادرس اللي هو اختصارها ال بي اي، هاندل سورتنج اوف ريكويست. كل ريكويست له ما يسمى اللوجيكال بلوك ادرس. خلاص التحويله بقى من لوجيكال الى فيزيكال ده مش موضوعي انا، يعني مش موضوع في السكيدول، مش تاثر معايا في السكيدولنج. المهم انه لي ادرس وخلاص، سواء لوجيكال او فيزيكال. ديسك سكيدولنج الجوريزم، هنفترض ان الهيد بتاعتي واقفه عند التراك رقم 53 وعندي طلبات جت طالبه التراك رقم 98 183 37 220 14 65 67 وكل دول موجودين في الكيو اللي فات ان حجمه كله على بعضه 200. عايزين الجوريزم بقى ننفذهم ازاي؟ اهو انا بديت عند مين يا رجاله؟ انا اصلا هو قال لي انت عندي 53 اهو، ده قال لي 53 اهي، انا قال لي انت عندي 53. بعد 53 هنفذ مين بقى بالترتيب؟ انا كنت واقف عند 53، يبقى هتحرك من 53 علشان ايه؟ عشان انفذ اللي في 98. وبعدين انا افترضت بقى فيرست ان فيرست اوت، فيرست كوم فيرست سيرف، فيرست كوم فيرست سيرف، او فيرست ان فيرست اوت، مفيش مشكله. يبقى نفترض ده الترتيب، ترتيب دخولهم في الكيو، يعني ترتيب وصولهم فدخلتهم في الكيو كده. يبقى بعد 53 هنفذ 98، روح 98 وبعدين 98 اروح 183 وبعدين اروح 37 222 طب وهكذا، وعمال عامل لي كده زجزاج لحد ما خلصت ايه، وخلصت ال ال يعني بمشي كده اهو. عندي 640، افترض ان دي كلها كل القرص بتاعي 640 سلسلة.